السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة، قراءة فنجان وتاروت تفصيلية لمواليد برج العذراء بإذن الله لشهر فبراير لعام 2022. بس ما يبدأ الفيديو، لو انت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك، والحجز قراءة خاصة هتلاقي اللينك بتاع الجروب أسفل الفيديو في صندوق الوصف، كما انك هتلاقي رقم الواتس مكتوب على الشاشة ومكتوب في صندوق الوصف. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم برج العذراء. العربة ثلاث عملات وأربع عصيان. برج العذراء، شهر فبراير بالنسبة ليك يا مولود برج العذراء يعتبر بمثابة خروج من الجحيم إلى الجنة، يعني خروج من أصعب فترة في حياتك، أو من أكتر فترة كانت سيئة الحظوظ بالنسبة لك ودامت كثيرا، وكل لحظة فيها كانت مؤلمة، إلى فترة الراحة والاستقرار والسعادة والرزق الوفير الذي سوف تبدأ في التخطيط لزيادة مدخلاتك المالية وزيادة نجاحاتك المالية وحصاد أموال من أعمال ومواهب بتمتلكها، كما إن هيكون لديك القدرة على تحمل المسؤولية لدرجة كبيرة، وعلى إنك تمضي قدما بإرادة قوية وبقدرة عالية. العجلة سيفان تسع عملات. كارت التسع عملات بيدل على بداية مرحلة مالية جديدة في حياتك، بتقدم إليك الكثير من الوعود الرائعة والتغييرات الكبيرة الجذرية التي سوف تحدث في حياتك بداية من شهر فبراير. سيفان كأن مأساتك انتهت، وكأنك أصبحت تخوض ضربك بكل حيادية، ضربك يعني طريقك بكل حيادية، وتسعى في هذا الشهر إلى تحقيق المزيد من النجاحات المالية والتطورات المالية بشكل مستمر والنزاع لتصل إلى مكانك وتصل إلى ما تستحق على الصعيد المالي. ملك السيوف الناسك وثلاث كؤوس. هناك تحقيق لعدة نجاحات، وبيكون عنوان هذه النجاحات هو قدراتك الدبلوماسية في إيجاد حلول لمشاكل في حياتك، وردود أفعال تميزك عن غيرك في التعاملات مع الآخرين.
ربما تنعزل أو تفضل إنك أنت لا تحكي لأي شخص أي شيء يخصك، وبتبتعد حتى عن الأصدقاء كأن لم يشعر أحد بما عانيت، فلست متعمد عقابهم، ولكن علمت أن ليس لك إلا الله ونفسك، فابتعدت عن الجميع. ملك السيوف يعني قرار هام كنت على وشك اتخاذه في شهر فبراير، هيحدد المرحلة القادمة من حياتك وإلى أين أنت متجه. ملكة العصا، الشيطان، ليجاسي، كارت الأسطورة بيرمز يا برج العذراء انك انت انهيت فترة صعبة، وانك انت خرجت من المرحلة دي ذو شخصية قوية قادرة أن ترفض أن يتم التحكم بها من قبل أي شخص، شخصية تعلم أين هي متجهة، وتعلم جيدا ما ينبغي عليها أن تفعله. ربما يكون هناك من يتحكم فيك ومن يحاول في الوقت الحالي بشكل مستمر أن يضعك في ضغوطات ويخلصك منها كي تصير أسيره وتترك له زمام أمورك. أسلوب الشيطان الذي قد يكون إنس وصديق لك أو أحد أقاربك، أو قد يكون شيطان وإنت مدرك إن هو بيحاول يتحكم في حياتك، ولكن لديك من القوة في الشخصية ما يمكنك من أن تواجه أي شخص يسعى للسيطرة عليك. فأسطورتك سوف تتحقق في شهر فبراير رغم أنف الشيطان. الكاهنة العظمى، فتى الكؤوس، وخمس عملات. ربما تجد في حياتك من يعاني من سوء أوضاع مالية أو من ضغوطات مالية قاسية لدرجة كبيرة، وربما يطلب منك أن تساعد أشخاص لوعود أعطيتها لهم في السابق، فسوف تقبل على مساعدتهم كما وعدتهم، وتقدم وعدا أعطيته لهم
مقابل وعدا أعطاه الله لك، ومن أجل إرضاء الإله وجلب الحظوظ الرائعة في مشيئته وقراراته المنصفة بجانب روحاني عميق فيك يجعلك تدرك أن الدنيا أكبر من أن تراها العين، وأن الله ومشيئته والكارما والدنيا والقدر كل شيء بقدر وكل شيء مؤثر. ثالث السيوف آس العملات، البرج. نقدر نقول إن الكروت دي تعتبر من أهم الكروت اللي عندك، وهي كأنك بتدخل في حالة نزاع مع شركة أو مؤسسة من أجل مستحقات مالية كبيرة لك، وترفض أن تتخلى عن حقوقك مهما ساءت الأوضاع أو مهما تمادوا في تجاهلك. عزمت على استرداد حقوقك. رسائل الأوركل، الراوي لمعان من الداخل الوضع كما هو. ربما مع الأحداث الإيجابية التي ذكرناها، إلا أنها ما زالت في بدايتها، وما زالت آثار نيران الماضي تحيط بجسدك، إلا أنها تجعلك مشرق من شدة آلام الماضي ومن قوة صبرك على تحمله ومن جمال ما هو آت، أن يكون في قلبك نورا يضيء لك خطواتك القادمة ويكتب أولى السطور في صحيفة مستقبلك وفي رواية أخرى تبدأ في حياتك. تبجيل مقدس، انفجار من السحر، الإحساس بالعالم، بدأت تحس انك انت عايش، بدأت تحس بأشياء من شدة الضغوطات لم تكن تشعر بجمالها، تنفجر عيناك وقلبك من روعة ما ترى، وكأن كل شيء أصبح له تأثير السحر في حياتك، فتسبح الله وتقدسه وتحمده على ما أتاك ووهبك وتطلب منه المزيد وتطلب العجلة في الوعود وتلتزم بما حصلت عليه من مفاتيح الروح أو مفاتيح الجنة في الروح. الفنجان، حالتك النفسية
سعيدة. لأقصى الدرجات، مشرقة كالشمس، متفائلة بالخير، وتعطي لمن يحبها الطاقة للحياة. الجميع يتحدث عنك، الجميع يقول أنك تخطيت وفعلت وأنجزت وحصلت، ويحكى عنك الكثير من الكثير من الأشخاص. شريك حياتك أو الشخص اللي بيحبك أو ربما صديقك المقرب فخور بك، الكل فخور بك يا مولود برج العذراء. حتى أعدائك والأشخاص الذين كانوا يتمنوا رؤية هزيمتك تعجبوا من صبرك، فأيقنوا بالحكمة أنهم لا ينبغي أن يكونوا أعداءك، لأن هذا لن يفيد. والعدو الذي هو بدون حكمة ضعيف، فلا يشغلك أمره لأنك قادر عليه. هناك حسد لا يمكن إنكاره ولا يمكن تجاهله وتجاهل تأثيره في حياتك. الفترة القادمة سيكون لك عزيمة الوحوش في اصطياد الفرائس وسرعتهم في الحصول عليها. ولكن احذر الأشخاص الذين ليس لديهم مبادئ ولا أخلاق، ربما ليس لهم سلطة عليك ولن يستطيعوا إيذائك، ولكن لا أحد يربط الألسنة عن قول السوء، ولكن يمكننا أن ندع أعمالنا تشهد لنا ونجاحاتنا تقدس مكاننا. أتمنى ليك أجمل الأقدار يا مولود برج العذراء، وأتمنى تكون القراءة عجبتك. لو القراءة عجبتك ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك والحجز قراءة خاصة. رقم الواتس مكتوب على الشاشة. شكرا ليك يا مولود برج العذراء. السلام عليكم.